السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي أعزائي دايرلي أركتشلرم هوش كالدينز، أهلا وسهلا بكم. نحن الآن مع درس المحادثة الأول من الوحدة الرابعة. يقول لنا: تأملوا في هذه الصور ثم تحدثوا عن صورة من هذه الصور لا على التعيين لأصدقائكم، وليعرف صديقكم أنتم تتكلمون عن أي صورة. مثلا أنا أقول: مثلا توجد فتاة تعانق جدها. هذه الفتاة عمرها 20 سنة تقريبا، والجد عمره مثلا 70 سنة ربما. مثلا عن أي صورة أتحدث؟ فأنتم تقولون مثلا عن الصورة رقم 5 وهكذا. ذكر لنا هذا في المثال، هكذا المثال. مثلا الأورنجي آ يقول مثلا، حتى لا يقول هنا، لا يقول توجد فتاة كذا، يقول أنا فتاة عمري 20 سنة أحب جدي وأعانقه. فنقول الصورة 5. هنا المثال مثلا، طالب آ يقول ماذا يقول؟ بان جينش بير بابايم، أنا والد شاب. بان جينش بير بابايم، بنيم إكي تشوجوم وار، عندي إكي تشوجوك. إكي تشوجوم وار، عندي ولدين. تشوجوكلارم كوتشوك، أبنائي صغار. إشيم ضعيف وأزون بويلو، زوجتي ضعيف نحيفة وأزون بويلو وطويلة. زوجتي ضعيفة وطويلة. بان إشيم وتشوجوكلارم باهتشدا يوريوروز. بان أنا، إشيم زوجتي، وتشوجوكلارم وأولادي باهتشدا يوريوروز، نمشي في الحديقة. الطالب الآخر يقول برينج رسم، الصورة الأولى، يعني أنت تتحدث عن الصورة الأولى. هذا هو، زوجته طويلة ونحيفة، أولاده صغار، وهكذا. بيكي. الآن باشكا أورانجي، نفس الطالب يقول إيفيت دورو شمدي سان بنا أنلت. نعم صحيح، شمدي سان بنا أنلت. الآن أنت أخبرني، يعني أنت تحدث عن صورة. مثلا أنا الآن أحدثكم عن صورة، من يعرف الجواب يكتبه في تعليق. بان كوتشوك بير كز تشوجوم، بان كوتشوك بير كز تشوجويوم، أنا فتاة صغيرة. بابام وأنيم وار بير أبيم بير دا أبلام وار، عندي أم وأب، وعندي أخ أكبر مني وأخت أكبر مني. ماذا أقول أيضا؟ بان بابام لا أوينيورم، أنا ألعب مع أبي. بابام بنيم بنيم إلا ريميتو تيور، أبي يمسك يدي. إذا ما عرفت الصورة أكمل. بان بابا من سرتنا بنيورم، أنا أركب على ظهر أبي، وهكذا. مثلا أنا أتحدث عن أي صورة؟ 1 2 3 4 5، الصورة الثالثة مثلا. فأحد الطلاب يقول مثلا تشنجو رسم، فأقول دورو شمدي سان بنا أنلات، الآن أنت أخبرني، وهكذا نتحدث عن كل الصور وتكون عندنا محادثة طويلة. مثلا عندنا هذه الصورة، أستطيع أن أقول أنه أنا هذا الشخص، وأستطيع أن أتحدث باسم هذا الشخص، وأستطيع أن أتحدث باسم هذه الشخص. يعني عن هذه الصورة نستطيع أن نعمل 3 محادثات. عن هذه الصورة كم محادثة نقدر نعمل؟ 1 2 3 4 5 بير إكي إتش دورت بيش ألتي دي سكيز دوكوز. عن هاي الصورة، عن هذه الصورة برسم حقن دا دوكوز ديالوجيا بابيلريز، نستطيع أن نقوم ب9 حوارات، أو دوكوز أنلت مايا بابيلريز، نستطيع أن نعمل 9 إخبارات. بيكي أويلا، يعني من أجل محادثة هذه الرسمة ممكن أن نتحدث، أو هذه الصور ممكن أن نتحدث عنها ساعات طويلة. موضوع الكتابة ما هو؟ موضوع الكتابة هو أن نتحدث عن عائلتنا. يقول لنا الكلمات التي في الأسفل نستخدمها ونتحدث عن عائلتها. مثلا أقول بني مادم إحسان، مثلا بان آيلم لا يشيورم، مثلا أنا أعيش مع عائلتي، أو آيلم لا يشاميورم، آيلم تن أزاك يشيورم، أعيش بعيدا عن أسرتي، أو آيلم لا يشيورم، أعيش مع عائلتي. ثم أقول بني مأنم مثلا كذا كذا، أو كذا كذا يشندا، أو إف هانما، أو أو بير، أو أو دكتور olarak çalışıyor، او مثلا او دكتور، او مهندس، او öğretmen، او emekli öğretmen، هي كذا، يعني اذكر مهنتها، اي مهنه لا فرق. بنيم بابام كذا، اذكر اسم ابي. او اللي بيش يشنده مثلا عمره 55، وكذا اتحدث عن ابي. هذه الكلمات نستخدمها في الموضوع، طبعا ليس بالضروري ان نستخدمها كلها،
لكن نستخدمها، نستخدم أكثرها، ونتحدث عن عائلتنا، نتحدث عن أمنا، عن أبينا، عن أختنا إن كانت عندنا أخت، إن لم يكن عندنا أخت مثلا أقول، إذا ما عندي أخت أصغر مني أقول بنيم كز أركض الشم يوك، ليست عندي أخت صغيرة مثلا. طيب أيضا إركيك كارديشم، أخي الأصغر مني، أبي أخي الكبير، أمجا عمي مثلا بنيم أوش أمجا مفار، أو هكذا داي خالي بنيم هيج بير، بنيم دايم يوك، دادام 20 ياشن داي كان وفات اتمش، جدي عندما كان عمره 20 سنة توفي، هيج إركيك شجو أولمامش، لم يكن عنده ولا ذكر، طفل ذكر بكي، وهكذا. تيزا خالي هالا عمي بابا أني، جد أم الأب، أني أني جد أم الأم، دداء الجد. إذا حدث توفي نقول وفات اتمش، وفات مثلا أني بابا أني وفات بش، بابا أني بش سنة أنجا وفات اتمش مثلا، أو بابا أني وفات اتمش، اتمش لقد توفيت، أو اتمش نقول. لماذا لا نقول اتي؟ لأن يعني هذا الشيء في الماضي، آخر شيء حرف الشيء يجب أن يكون. المهم وهكذا نكتب موضوع عن أسرتنا، كل شخص يكتب عن أسرته، وهذا الموضوع نستطيع أن نجعله طويل بقدر ما نمكن، يعني إذا كل شخص كتب تحدث عن أبناء أعمامه، وكل ابن عم متزوج ولا لا، وكم عدد ولد عنده وهيك، فيكون عندنا موضوع، ليس موضوع شجرة عائلة بل كتاب، وهكذا. الموضوع سهل جدا لأننا سنذكر أسماء أعمار درجات قرابة ومهن وفقط، وإذا أردنا أن نوصف كمان أوصاف، طويل قصير سمين نحيف وهكذا أيضا ممكن. هكذا يكون درس المحادثة قد انتهى، ودرس الكتابة قد انتهى. لا تنسوا كتابة الموضوع، هذه الجمل التي قرأناها اقرأوها بصوت عالي جدا حتى تتمكنوا من المحادثة بكل سهولة. دمتم بخير، صالح تكلن الله إمانة ولون وكندي نزاة شوك إيبا كن. Görüşmek üzere.